هينزل معايا بكل سهولة اهو، وبيقشر بقى اي يعني اي بقع في البشرة، هتبصي تلاقيها اتقشرت معاكي بكل سهولة. تبدأي بقى تدعكي كده، هتبصي تلاقيه بينزل معاكي، ده غير ان هو بصوا بيديني تفتيح روعة جدا جدا. هبدأ بقى ادعك كده اهو بايديكي، طبعا ما تغسلوش الا لما تفركيه زي ما انا بفركه كده. بصي اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم حبايبي. النهاردة في وصفة جميلة جدا لتفتيح وتبييض البشرة. الوصفة دي بتزيل اي تجاعيد من البشرة زي ما انتم شايفين اهو، بشرتي ما فيهاش اي تجاعيد الحمد لله. شايفين بشرتي صافية ازاي؟ ان شاء الله الوصفة دي انا شخصيا بجربها وبعملها وتجيب نتيجة حلوة جدا جدا معايا. يلا تابع معايا الفيديو، تابع معايا الوصفة، هتعجبك جدا جدا. من الوصفات الحلوة قوي اللي بتدي تفتيح للبشرة وكمان بتزيل التجاعيد. اول حاجة بقى هحتاجها معايا النهاردة في الوصفة دي وهو صفار البيض. انا مش هاخد البيضة كاملة، انا هاخد الصفار بس، علشان انا محتاجة اعمل وصفة هزيل بيها التجاعيد وهزيل بيها التصبغات اللي بتبقى موجودة في البشرة. تمام، انا كده عزلت الصفار عن البياض، هنسيب البياض كده بقى مش هنحتاجه، انت ممكن بقى تاكلوه. وهنا معايا بقى الصفار، هبدأ اعمل ايه، هربه كده. انا هضيف عليه مكون واحد بس هيخلي البشرة صافية ما فيهاش اي تجاعيد خالص. تمام، بصوا بعد ما ربيته كده هبدأ بقى اضيف معايا هنا معلقة من القهوة، وطبعا يفضل القهوة الخام، القهوة المركزة. تمام، وهبدأ اخلط بالشكل ده اهو، هنقلب كده. طبعا لازم تمزجي القهوة مع صفار البيض كويس جدا عشان الوصفة تجيب معاكي نتيجة اهو. وطبعا يا بنات ما نخافش من ريحة البيض، هقولك على حاجة حلوة جدا هتدهني بيها بشرتك في الاخر، بترطب البشرة وبتخلي البشرة طرية ومفيش ريحة للبيض خالص. كده انا قلبت الوصفة زي ما انتم شايفين كده، هبدأ اعمل ايه بقى، هبدأ افردها على بشرتي. هناخد كده ونفرد على البشرة، والوصفة دي تنفع برضو على اي مكان فيه اسمرار في الجسم بالشكل ده اهو، وهبدأ افرد كده بالشكل ده، وهسيبها لحد ما تنشف اهو. بنفرد طبقة كده كبيرة ونسيبها لحد ما هتنشف معايا، يعني ربع ساعة بس، وهنكمل ونشوف هنعملها ازاي. بصوا بقى حبايبي، بعد ما سبت ربع ساعة، شايفين حتى شد ايديا خالص ازاي، بصوا هبدأ بقى افرك، هينزل معايا بكل سهولة اهو، وبيقشر بقى اي يعني اي بقع في البشرة، هتبصي تلاقيها اتقشرت معاكي بكل سهولة. تبدأي بقى تدعكي كده، هتبصي تلاقيه بينزل معاكي، ده غير ان هو بصوا بيديني تفتيح روعة جدا جدا. هبدأ بقى ادعك كده اهو بايديكي، طبعا ما تغسلوش الا لما تفركيه زي ما انا بفركه كده. بصي اهو بنفركه كده اهو، بصوا، وبتخلصي بقى ايديكي كلها او بشرتك، وبيديكي تفتيح حلو جدا. بعد كده بقى بنشطفها بالمية الباردة وبندهن مع بعض بقى الكريم اللي انا هعمله دلوقتي ده، بيرطب الجلد وبيخلي ملمس الجلد ناعم جدا. بصوا بقى بعد ما غسلت ايدي اهو، غسلتها طبعا بالمية الباردة، عايزه اقول لكم ان فرقت معايا كتير جدا جدا لما عملتها. طبعا لو انت عملتيها برضو على بشرتك هتفرق معاكي كتير خالص، بص حتى بتدي احمرار حلو جدا للبشره. تمام، بعد كده بقى هبدا اعمل معاكم ايه بقى، هنعمل دلوقتي يعني زي كريم كده نرطب بيه البشره، وكمان بيخلي ريحه البشره حلوه عشان الناس اللي بتخاف من ريحه البيض. تمام، هاخد معايا هنا ايه، معايا معلقه واحده صغيره مش كبيره من اللبن المجفف، اللبن المجفف. تمام، وهبدأ أضيف عليه معلقة من زيت جونسون بيبي، ده بيخلي ريحة البشرة رهيبة وكمان بينعم البشرة قوي قوي اهو. هنضيف كمان معلقة عشان دي صغنططة، و
وهبدأ بقى أخلط كده اهو. انا ليه قلبت الزيت مع زيت جونسون مع اللبن البودر الاول؟ عشان انا هضيف مكون كمان عشان ما يبقاش فيه تكتل فيه. ايه المكون التاني اللي انا هضيفه ده؟ لو مش متوفر عندك ممكن تضيفي اي كريم مرطب. تمام، انا هضيف النهاردة جل الالوفيرا. جل الالوفيرا هضيف معلقة واحدة كده اهو. عايز اقولك ان جل الالوفيرا ده رهيب جدا للبشرة، وانا حبيت اضيفه النهاردة مع اللبن المجفف عشان بيدي تبيض وتفتيح وكمان بيرطب البشرة. بصوا بقى كريم ازاي اهو، بنقلب كده. بصوا حبايبي يعني تقلبتين اتنين وبقى الكريم معايا عامل ازاي اهو. هناخد منه بقى كده وادهن بيه بقى البشرة، بيدهن معايا اهو بكل سهولة. يبقى اللي احنا عملناه الاول ده كان مقشر بيشيل اي بقع اي جلد ميت، وده بيرطب البشرة. برضو هنسيبه ربع ساعة وبعد كده نشطفه، وتفرجي بقى على بشرتك في المراية بجد رهيبة جدا جدا حبايبي. ده طبعا كان الفيديو بتاعنا اهو، ده المقشر وده المرطب. اتمنى ان انتوا تعملوهم وتستفادوا بيه ان شاء الله. كانت الوصفه بتاعتنا يا بنات، يا رب تستفادوا بيها، وان شاء الله بشرتك تبقى زي القمر، ما فيهاش اي تجاعيد وصافيه وجميله جدا، كمان بتدي تفتيح حلو قوي. ما تنسيش بقى تشجعيني باللايك وشير لاصحابك عشان يستفادوا، وكمان ما تنسيش تشتركي معايا في القناه عشان كل فيديوهاتي توصل لك ان شاء الله. يلا اشوفكم فيديو جديد وصفات جديده مع جيجي كل حياتي. باي باي.